ربكم معنيا وايها الواقفون وكلكم معنيا وايها الواقفون كلكم معنيا لاش مخبي يا طالب لاش مخبي وهبي فتح ربي ويا طالب لاش مخبي يوم التقلد ديالو لهذا المنصب المهازل ديالو ما كتنتهيش ابتداء من 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 مختلف تصريحات الغير مسؤوله ديالو السب المغاربه في الاعراض والانساب ديالهم وكذلك الفضيحه اللي خرجت للعلن ديال امتحان المحاماه الفضيحه الاساسيه عبد الناصر عبد الله عضو اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه. اولا شكرا للمنابر الاعلاميه الحره التي لطالما واكبت معنا هذه المعركه النضاليه. للاسف من بعد الصدمه ديال امتحان المحاماه كنتفاجئوا بصدمه اخرى طالت الناس اللي اجتازوا هذا الامتحان هي امتحان المنتدبين. للاسف هذا الامتحان اللي شابته مجموعه ديال الخروقات اللي تكررت فيه هذه الخروقات تتكرر بشكل بشع لان السيد وزير العدل ما لقاش اللي يحاسبه وما لقاش اللي يوقف عند حده. وكما كنقولوا في قانونيا ان هذه حاله ديال العود لان الجريمه منك ما كتلقاش الجزاء اللي كتستحقوا بخصوص مرتكي بها كيتم التكرار ديالها وحاله العود خص تكون العقوبه ديالها مضاعفه ومشدده. وزير العدل خصو يتحاسب هو المتورطين معاه لانه لا يعقل انه ينجحوا ناس عندهم مسؤوليات داخل وزاره العدل مثلا بحال مستشار وزير العدل اللي عنده مهمه سياسيه داخل الديوان ديال وزير العدل. هذا كيشكل تضارب ديال المصالح واستغلال النفوذ. للاسف وزير العدل عاتى فسادا بهذه الخروقات ديالو خروقات اللي خروقات بالجمله تتكرر بشكل ممنهج وبشكل فظيع لانه هاد الناس هادو داخل وزاره العدل تعودوا على تقديم اللوائح الجاهزه تعودوا على الوزائع السياسيه والعائليه وللاسف عدم وقوف الطلبه وعدم وقوف الناس والحقوقيين والمناضلين ضد هذه الخروقات وضد التكرار ديالها من اجل مطالبه بمحاسبه المتورطين ووضع حد لهذه العبث كيخلي ان هذا الشيء يتكرر بواحد الشكل اللي فج وغيولي امر طبيعي في جميع المباريات والامتحانات العموميه. كيف يعقل انه ناس كيكدوا ناس معانا اللي عندهم ماسترات وعندهم دكتوراه وعندهم شواهد عليا متخصصه وكدوا كيبريباري وتجي دابا تهضر معاهم في جميع الاسئله اللي ممكن انها تطرح في هذه المباريات وكيدوزوا المباريات بشكل زعما بشكل طبيعي كيجوا كيلقاو راسهم انهم راسبين ومرصبين بفعله فاعل والناس ما كيستحقوش ناجحين. لذلك يكفي من هذا العبث يكفي من هذا التلاعب بمصير ابناء الشعب وبالمستقبل ديالهم ويجب انه يتم حسبت هاد الناس لان هاد الناس يسيئون المؤسسات ديال البلاد يسيئون القانون وكيضربوا المبادئ الدستوريه عند الحائط ولا يمكن انه يستمر هذا الوضع هذا واننا نطبعوا مع الفساد. حنا كنديروا الواجب الاخلاقي ديالنا والواجب الوطني ديالنا في اننا كنناهضوا الفساد وفي اننا كنوقفوا ضده من اجل تكريس الشفافيه وتكافؤ الفرص والمبادئ الدستوريه. لكن للاسف امام هاد التراجعات وامام الصمت والتواطؤ ديال واحد المجموعه ديال الجهات والصمت ديال المجموعه ديال المتضررين وديال الناس وديال الحقوقيين وديال الجمعيات وديال الاحزاب هذا الشيء كيخلي ان هذا الفساد كيولي امر طبيعي والاستثناء هو انه يدوز واحد عن جدار واستحقاق. وللاسف هذا الشيء غادي يبقى مستمر في حاله ان الناس ما خرجوش يحتجوا وجميع الطلبه وخريجي الجامعات والمعاهد في جميع التخصصات معنيين لان هذا هو المصير ديالهم. المصير ديالهم هو العطاله ليست العطاله بل التعطيل لانهم معطلين بسبب فعله فاعل لانه كاينين الناس على الاقل هاد الناس راه ما كيطالبوش بانك تعطيهم شي مكسب ريعي ولا انك تدوزهم في شي حاجه. هاد الناس كيطالبوا فقط بانهم يمشيو يدوزوا لي كونكور عن جدار واستحقاق ويشدوا النتيجه اللي كيستحقوا. مني كتلقى واحد كتعرف الكفاءه ديالو نجح وصل للمنصب اللي سميتو كتكون مرتاح نفسيا ولكن مني كتشوف واحد ادنى منك وما كتوفر فيه حتى الشروط القانونيه ناجح فهذا راه يسيء لينا ويسيء للمؤسسات ديال البلاد وكيضيع الحقوق ديال المرتفقين اللي غادي يتواجهوا مع هاد الناس اللي ما عندهمش احقيه في الولوج لهاد المناصب هادي. السلام عليكم، معكم عائشة فاروق مرسبة بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، مرسبة كذلك مع سبق الإصرار والترصد في امتحان 2023 وكذلك في مباراة المفوضين القضائيين و
الان في مباراه المنتدبين القضائيين، وانا هذا الترسيب لا اعتبره انه بالصدفه، ولكن هو ترسيب اللي هو عمدي تعمدته الوزاره، لانه هذا الانسانه في الاول قالت انه وقفات ضد الوزاره، وقالت انه امتحان 2022 كان فاسد وانه ما يمكنش يسكتوا على هذا الفساد، وبالتالي تم الانتقام مني. وهادشي اللي كان هادشي اللي كنشوف انا، لانه ما يمكنش نكون كاع هاد المباريات اللي كندوزهم ما كنتوفقش فيهم، ما يمكنش. ويمكن واليوم كي كتشوفوا راه مباراه المفوضين القضائيين، راه اللائحه واضحه، لائحه اللي تضم مجموعه، وهادشي ما يمكنش يكون صدفه، مجموعه ديال الاسماء اللي هما تاع اقارب مديري مديريات وزاره العدل، كذلك اسماء ديال اقارب رؤساء الاقسام، واسماء ديال اقارب بعض الاشخاص المعروفين في الساحه القانونيه والساحه القضائيه. كذلك كنشوفوا عبر وسائط الالكترونيه انه كاينه بعض الامور كيقول لك انه تم البيع والشراء في هذه المباراه، حيث وصل المبلغ ل 24 مليون. كذلك نرى انه مستشار السيد الوزير تم تنجيحه، رغم ان بعض الاشخاص اللي تابعينه في الترتيب لا في المباراه الكتابيه ولا الشفويه يقرون انهم ما شافوهش داخل الكليات في الكتابي وداخل المعهد في الشفوي، لانه هو شخص معروف ما يمكنش ما يتعرفوش عليه الناس. يعني تم تنجيحه بالرغم من انه لا يتوفر على شروط ولج الوظيفه العموميه، هو عنده 49 سنه والوظيفه العموميه كتقول 45 سنه، كذلك لديه سوابق عدليه، والوظيفه العموميه كتقول انه بمجرد الشخص يدوز 3 اشهر تاع الحبس يحرم من الوظيفه العموميه. بالتالي حنا بغينا نفهموا كيفاش هاد السيد داس، وكيفاش هاد الوزاره كتحدى هاد الشعب وكتعتبر راسها انها فوق القانون. راه لا احد فوق القانون، راه المفروض في وزاره العدل انها هي اللي كترعى القانون، هي اللي كدير التشريع، هي راه سميتها العدل. العدل يعني راه كلمه كبيره، ما يمكنش يطعنوا في هذاك الاسم ويطعنوا حتى في القانون ويعتبروا راسهم انهم فوق القانون ويقدروا يمرروا اي اسم وان الشعب غادي يبقى ساكت. لا، حنا ما غنبقاوش ساكتين وغنهضروا وغنحاربوا الفساد. واليوم راه حنا كنقولوا ان وهبي، ان اقاله وهبي بلوتو، ماشي استقاله وهبي، اقاله وهبي اصبحت مطلب شعبي. تقال لانه كان خاصو يتقال في امتحان الاهليه 2022، داك الفساد اللي ضموا امتحان 2022 وامتحان 2023 اللي كانت اللوائح فيها غير ابناء القضاة وابناء المحامين وابناء الشعب، كانهم ما كاينينش، كيجيو كيعمروا بهم الطباليك، كيعتبروا تيديروا بهم مسرحيه تاع انه الامتحان مفتوح للجميع، ولكن هو ليس مفتوح للجميع، هو امتحان. كل امتحانات وزاره العدل ومباريات وزاره العدل تفتح لابنائهم لا تفتح للجميع. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.